من 10 برصيد 25 نقطة. عدى أمامنا ميسي عن بعيدة بقى. يا ولد المرة دي عملها بنفسه وهدف إلا من موهوب هو النجم الكبير ليونيل ميسي. بص شوف ميسي بيعمل إيه. بص يا ولد جوليان بقى كويستا يتمطع يعني يمد رجله يمد إيديه هي عايزة تروح لأنها رايحة صعبة كل مرة يعملها لسواريز يعملها لبيدرو ويضيعوها. المرة دي بقى خدم نفسه بنفسه.